اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، والسلام عليكم. كديرين كديرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وما ينقصكم ان شاء الله حتى شي حاجه يا ربي يا كريم. المهم غادي نسالي معكم هذا الفلوج. انا ديجا صورت شي حاجات بغيت نسالي معكم. دخلت من المدرسه، المهم كان عندي من 8 ل 4 العشيه، واحد السيد معانا تركي، هو صاحب مطعم وكافي تبارك الله ما شاء الله، ملاصقين كافي وريستورون. كان عرض على القسم كامل الاستاذه وحنا، المهم حنا 30 واحد، كان عرض علينا باش نتغداو عنده. فالمهم درنا غير جوج انواع ديال الماكله، المكرونه والبيتزا، مكرونه بالدجاج وشلاضه وداكشي والبيتزا. او المهم هادشي كان في الغدا مع ال11، ودابا انا جيت دابا هادي راه السبعة، حطيت الحوايج كيتصبنوا وجيت كناكل. ما شهيتكم واحد اللوبيا غزاله الحار المغرب تبارك الله ما شاء الله تيخليني كندمع، ودرت هكا لي فخيت والخبز والحوت المدخن والمخلل ما عرفتش كيسميوه، وشي شويه ديال الزيتون. غادي ناكل باش نمشي نهبط الغساله. المهم نتمنى لكم نهاركم يكون سعيد ان شاء الله، وغدا ان شاء الله الجمعه ليلة جمعة مباركة سعيدة، وإن شاء الله غدا هي تكون مباركة سعيدة عليكم بكل ما كتمنوا في حياتكم يا ربي يا كريم. وهذا الشيء اللي كاين، بغيت نسالي معكم فلوك هنايا، وغادي تشوفوا بزاف ديال الحاجات اللي المهم الريستورون وهداك الشيء اللي كنا هداك الشيء راه صورته غادي تشوفوا. وغادي نسالي معكم فلوك هنايا ونقول لكم في امان الله وحفظه. مع السلامة، باي باي. واخيرا اخيرا شريت هذا النوع ديال بحال السردين، هو الفامي ديال السردين تقريبا العائله ديالو، مدخن ها هو الشكل ديالو. مدخن يعني محتاج غير بحال دابا هكا الحامض، ويتحط في خبيز كيدهنوا الخبز، كيدهنوا الخبز كيديروا زبيده وكيحطوا هذا وكياكلوه، او ياكلوا الواحد فورشيت وموس. مهم هذه الثانيه، المهم شريت جوج، انا عارفه الاولاد ما ياكلوش، شريت جوج ليا انا من ليدل. صراحه خص الواحد ياكل الحوت ثلاثه المرات الى قدر، مفيد بزاف اكثر من اللحم بصراحه بصراحه بصراحه، ولكن المشكله في كل يعني الا في اسبانيا اللي لقيتو رخيص، المغرب غالي، في الدنمارك غالي. المهم الله يكون مع الجميع يا رب يا كريم. وها هو الحوت، درت عليه او السمك، درت عليه الحامض، ودرت عليه هكا زيت البلديه، صافي هكذا واجد باش يتكال، لانه هو اصلا مدخن، يعني واحد كيحيدو من العلبه ديالو وتيصفيه من هذاك الماء، تيهز غير بفرشيطه وتيصاوبو من هاد الماء وتيحطو. ميمي شميت ريحة السردين؟ شميت ريحة الحوت اختي؟ عاد كليتي دابا؟ هادشي اللي كاين دابا، هادشي غادي ناكلو دابا انا هكا شي شويه، جيت من المدرسة ميتة من الجوع. السلام عليكم، كديرين كديرين مع الصحة؟ المهم انا غادي نمشي للمدرسة، وهادوك الناس اللي كاين تفوا الدروج كيما كتشوفو كيجيو دائما في هذا الوقت، وكيجيو نهار الجمعه. هانتوما حطوا الصباط ديال البنات، ما كاينش اللي ياخذ شي حاجه نهائيا، حطوهم على هذه، وهادو حتى هما حطوهم على هذا باش يجفوا، حتى حد ما كيقيس شي حاجه نهائيا. شوفوا كيدير هادشي، دايرينو بحال الثلاجه خاصة بالأعشاب، كورياندر، بازيليكام، واو، عبارة على ثلاجة، إن فارم، أوكي، شوفوا كربات دايرين فيهم لامبات، كربة صغيورين، اللي كنديرو فيهم حنا الفواكه والخضرة في المغرب. هما دايرين فيهم الضو، ديكورات هكذا دايرين. أسيدي الدراري صغار،
اخيرا شريت هذا اي لاش جروم سيروم. مهم عاد غنجربو لانه بنتي دينا جرباتو ودابا انا عاد شريتو اليوم غنخلي نوريه لكم. او هنايا شريت الزعفران الحر سافرون. كيفاش دايرين لي ومحطين لي هو راه غير 0.5 غرام. شوفوا شحال 0.5 0.5 غرام. غنحلو حتى هو نوري لكم. المهم هذا هو الزعفران. كيتحل ساهل كيتحل غير هكذا. هانتوما غتشوفو كيفاش غير شي شويه 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 بثلاثين كرون. صراحه غالي ولكن معروف عليها انه غالي. هذا حليته حتى هو كيدار سيروم بالليل وكينعس به الواحد من بعد ما كينظف عينو الا كانت فيها شي ماسكارا ولا شي حاجه تينظف عينو وتيديرو. حنا غنجربو نشوفو. المهم بنتي جرباتو وعجبها. دينا اجي حيدي هاد الورقه من داخل. شوف شنو حاطين فيه. هادشي اللي حاطين، ما حاطين حتى شي حاجه مهمه. هادي وتجي هكذا يدار زويون يتخاد الا كان واحد مسافر ولا شي حاجه. المهم تيكاتبين ثلاثه السيمانات الواحد يتبعو ويشوف الفرق وان شاء الله باذن الله غادي نجربو نشوفو كي داير. نهضروا من بعد ان شاء الله. اه هذا كيدير، نسيت نقول لكم الثمن، هذا كيدير ب 75 كرون. ما حاطينش هنا الثمن ولكن كيدير 75 كرون. شريته 75 وهذا 30 هي 100. 75 و 30 هي 105 كرون تقريبا. هو دابا بجوج. وعاد شريت حاجات اخرين ماشي ضروري باش نوريهم. ها انتم شحال فيه شويكيك ودايرين عليه هاد القرعه كامله وهاد البوتيشه والمعطيوب ما عرفتش سميتها هادي اللي كيسدو بها. مهم شوفوا والو راه حشت لك راه وريت لكم كيفاش شحال. 0.0 شحال 0.5 غرام. يحي المهم ما كيدير حتى شي حاجه. الا مشيت اسبانيا ان شاء الله عاد نشري لانه عندهم رخيص. الزعفران الحر في اسبانيا رخيص بزاف بزاف بزاف، هنا غالي بزاف بزاف بزاف. هذا ريستورون تركي ترسل ايطالي ليو صاحبو تركي معنا في المدرسه عرض علينا اليوم. ما بغيتش نصور هذيك البلايص اخرين لانه عامرين بالتلاميذ او الطلاب. بعد سمعوا الهراج والمهراج ماشي مشكل. حنا 30 واحد تقريبا اللي جايين دابا باش غنتغداو عاد نرجع للمدرسه. المهم هذا هو معروضي اليوم زعما. شوفوا الفخامة 4498 تقريبا 5000 درهم. جاكوار 4198 ماشي غاليين بزاف. نو نو حنا هنا في اما فين ساكنه دابا. انا جيت باش نتقدى شي حاجه وقلت نوري لكم هاد الساعات. هذا كاين بزاف ديال الحاجات صراحه. خمسين في مية حاطين
ايوا المهم نمشي نشوف شنو غادي ندير. عمركم شفتوا الشيفرو الصفر وحمر؟ صراحة غريبة هاد الماركة هادي، وسميتو دانسك بلوم كول، يعني شيفرول الدنماركي. روعة. هذا أنواع الفطر. القوق. جوج بخمسطاش كرونة. غالي. غالي غالي صراحة بزاف. شوفوا هذا شحال صغيور القوق، هذه كانطاريلا سويت ما عرفت شنو هي، اكيد نتوما عارفينها، انا ما عرفتهاش صراحه شنو هي نهائيا. هذا الزيت ديال جوز الهند البكر اللي ينفخو، دايرينو بتسعين كرونة، ولكن ملي كيرخصو كيحطو بستين صراحة. مازال كنتقدا أنا. شوفو هدا ديال الشكلاط، سنيكرز أو مارس أو مغابو، أنا معنديش مع الشكلاط هادشي الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عاد دخلت للدار جبت هادشي تقديت هادشي المهم ديال اليوم. الفرماج سالا، جبت هذا، جبت فيلادلفيا واخا باقا عندي ولكن كنبغي ناكلها بزاف، بدل الزبده كنبغي الفيلادلفيا. جبت هذه حيت توحشنا الحلوه ديال عيد ميلاد، فجبنا الكيك كريم باش نديرو الكريم ديال الحلوه باش نديرو الحلوه ديال عيد ميلاد. او انتما غادي تشوفوهم هنايا، الحلوه كتكون طبقات فيها ثلاثه، انتما كتشوفوا ثلاثه، غير واحد كيعمرها بلي فخوي وكيدير سميتو الدبل كريم او صافي. هذه وهذه، المهم هذا هو الدبل كريم اللي هو كتقولوا نتوما كريم شونتي، وعاد هذا الكريم هذا اللي كدار بالحلوه اللي كتكون في الوسط، وهذا كيدار هكذا الفوق كديكور. وهادو الحلوه هادو جبت جوج ديال هادو اللي غيتعمروا تيتعمروا ان شاء الله نوريهم لكم. جبت هادو تورتيه، عرفتي اليوم شنو نقول لكم، راه من 8 الصباح وانا في المدرسه حتى مسالي 4، عرفتي راه دايخه. المهم هادي التورتيه الخبز ديال المكسيكان، جبت جوج، انا كنبغي الفول كورن اللي هو القمح الكامل، والولاد كيبغيو البيض تخليهم. هادو درت واحد الغلطه، عاد شريت دابا هادو ثلاثه، صبنتهم بالماكينه مزيان صافا، ولكن درتهم في النشافه فخسرات. هادي جبتها لشادي، وهادو لينا حنايا. جبت البنان، جبت هادي باش غادي نحشيو اللي غادي تكون في اللي غتكون في الكيكه، في الكيكه هادو الاناناس تيكونوا عباره على هكا ثلاثه ديال لي دوز عامرين ديال الاناناس، وغيديروا فيها شي شويه ديال مغابو. وهنايا البيتش الايسي، وهذا الخل سلالية عاد جبته، واكيد كوكاكولا. صافي هادشي اللي كاين، بنان غيتحط هو ديكور، وهذه الباستا، انا كنحمق على الباستا الطويله، هما تيبغيو الباستا القصيره. او هادي البيسل، او هذا سكراب ديال الوجه كيحمق 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 بالخوخ، سميتو الخوخ ياك الابريكو لي زابريكو. المهم هالي قلنا وصافي هادشي اللي كاين، نهضروا ان شاء الله من بعد.